السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيوف الفضائية الإريترية. نقدمها لكم هذا الأسبوع من العاصمة النمساوية فيينا. في هذه الحلقة سنتحدث اليوم أو هذه الأمسية عنوانها هو التداول مع الشعب الصومالي الشقيق. يتواجد معنا في هذا القاعة عدد كبير من المثقفين من منطقة القرن الأفريقي وجوارها أيضا من كينيا ومن جمهورية مصر، كل هؤلاء الأشقاء ومن المساوين أيضا أتوا إلى هذا التعامل التضامن مع الشعب الصومالي. إذن برنامجنا سيكون التضامن مع الشعب الصومالي في هذه الليلة، وبهذه المناسبة هنالك كلمات تضامنية سيقدمونها الأخوة الزملاء الدكتور عبد الإله، وهو لا نقول عنه ممثلا عن الصومال كصومالي، سيقدم كلمة، وبعده السيد مسؤول سيوم وهو طبعا قنصل شرف إريتريا يعيش هنا في النمسا، كمواطن إريتريا يعيش في النمسا يريد أيضا أن يقدم أن يشرف تداول الشعب الإريتري مع الشعب الصومالي. وبعدها يشرف لدولة إريتريا هنا الممتاز الزميل، وبعدها سيتحدث الأخ سيتحدث الأستاذ الزميل عبد الله الشريف، وهو صاحب ليس معسل من الجاليات أي جهة سياسية معينة، إنما كمواطن سوداني يعيش في هذا البلد يريد أن يعبر أيضا عن مشاعره. فأعطي الفرصة الآن للدكتور عبد الإله ليتقدم بكلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر حمدان عبدالقادر تضامني على هذا البرنامج القيم، وأسسها وهو صاحب الفكرة الأولى اللي كان وراء اجتماعنا الليلة هذه. وأشكر طبعاً الأخ عبد الله الشريف صاحب المنظم لهذه الليلة الأمسية المباركة الليلة. وكصومالي أنا أعتز أن البرنامج الليلة يكون عن تضامن مع الشعب الصومالي، وهذه أول مرة في النمسا تحدث هذه الأمسية. أولا نحن فكرنا أن البرنامج يكون برنامج تضامن شرق أفريقي أو اجتماع شرق أفريقي، لكن الأخ حمدان قال يكون تضامن للشعب الصومالي، وأنا أخذ كشرق أفريقي، أنا أقولها شرق أفريقي. كثير من الناس يعرفون عن شرق الأوسط، لكن لا يعلموا أي حاجة عن شرق أفريقيا. وشرق أفريقيا هي عدة دول بين السودان والصومال وإثيوبيا وإريتريا ويوغندا كينيا وجيبوتي. وهذه المنطقة لو تشوف هي أكبر منطقة فيها كوارث ممكن في العالم، ولا أحد يدري. الناس تعرف الشرق الأوسط، يعرفون فلسطين، يعرفون لبنان كم مات، لكن لا أحد يعرف كم مات في السودان وكم مات في الصومال. وهذه أكبر منطقة فيها حروب ونزاعات قبلية. ولو أخذنا دولة دولة، نعم مثلا كإريتريا،
إريتريا كان فيها حرب مدة 30 سنة من 61 لغاية 91، وماتوا فيها أكثر من ملايين ناس ولا أحد يدري، وكل الناس نسوا. ناخذ السودان. السودان كان حرب قائم فيها 20 سنة في جنوب السودان، وماتوا أكثر من مليونين شخص وتشردوا أكثر من 4 ملايين. ناخذ الصومال. الصومال فيها 16 سنة حرب، وماتوا فيها أكثر من مليون شخص. أكثر أغلب أراضي النصف في الشرق أفنان. ولا أحد يدري، ولو أخذت الشرق الأوسط اللي ما ماتوش أقل من هذا الرقم، الناس كلها تتكلم عن الشرق الأوسط ولا أحد يدري شرق أفريقيا. ولو جمعت الرقم هذه أكثر من 6 ملايين و 7 ملايين ناس ماتوا في المنطقة هذه، وللأسف الشديد لا أحد يتكلم عنها، وكل وأصبحت من المنسية يعني. ونحن نأسف فيها المنطقة هذه هي أكثر منطقة فيها الغيرات في أفريقيا. المنطقة هذه فيها المياه، البحيرات الأمة في السودان، في الصومال، في إثيوبيا فيها المياه. والحرب القادمة يكون حرب المياه، والمياه موجودة في الصومال في شرق أفريقيا. نأخذ المواشي. أكثر مواشي موجودة في الحيوان موجودة في قرن أفريقيا، في شرق أفريقيا، في الصومال، في السودان، في إثيوبيا، وإريتريا، الهيل والأقطار والضاد. أكثر أراضي قصبة موجودة في شرق أفريقيا، والبترول اللي فيها في السودان وفي بعض أماكن في الصومال وممكن في إثيوبيا وإثيوبيا. والناس كما تعرفون يموتوا بالملايين. وأطول شاطئ في أفريقيا موجود في الصومال، أكثر من 3030 كيلو متر موجود في الصومال. والغريب إن الناس تموت رغم كل ربنا أعطاهم كل عادة ويموت، زي ما يقول المثل العربي يا ربي جوني الذهب وبعدين يقول جيب لي حمالي. أنا ربك أعطانا كل حاجة وما لم تستفيد منها. وهذه كلها النزاعات هذه معناها أساسها هي أساس سياسية يعني. أنا لما أقول الناس هي كلها المشكلة هي مشكلة سياسية فعلا. وللأسف الشديد معناها في هذه المنطقة أكثر أماكن حصلت انقلابات العسكرية في شرق أفريقيا. وأنا كلامي أقول هذه الأقطة هذه على أساس إن الناس تضامن، ونحن لا نحتاج سعود أريبيا ولا نحتاج أي ولا نحتاج نحن لو تضامن صحيح شرق أفريقيا تكون هذه الجنة. لكن الناس ربنا أعطانا الجنة ونحن قاعدين جنب الجنة ولا نعرف كيف نستفيد. أريد أن أتكلم ثانيا عن الصومال. كثير ناس يسمعون الصومال، طبعا لمدة 16 سنة فيها حروب أهلية الصومال. وللأسف الشديد الشعب الصومالي هو الشعب الوحيد في أفريقيا أو ممكن في العالم المتجانس، يتكلم لغة واحدة، دين واحد، شكل واحد، أمة واحدة، ولا فيهم أي فرق ويتقاتلوا. ليش يتقاتلوا؟ هذه المعجزة الناس كلها تفكر ليش تقاتل الصومال. أنا في قبلية في الصومال، لكن أنا بقول معنا مش المشكلة الأساس هي القبلية في الصومال، هي المشكلة كانت الحكومات اللي مرت طوال السنوات 45 سنة. يعني الصومال
أخذت استقلالها مدة 45 سنة 60 من 60 لغاية 90 كان في حكومة ديمقراطية منتقبة لغاية سنة 69 وبعدها جاء الانقلاب العسكري بقيادة السياد بره اللي دام أكثر من 21 سنة وللأسف الشديد خلال الفترة هذه صومال مرت مراحل كثيرة كان في الفترة الأولى من الفترة كان الأمور ماشية وبعدين تغيرت أثناء حكم السياد بره من سنة 91 لغاية دلوقتي معنا مدة 16 صومال مدة 16 سنة صومال فيها حرب أهلية قاعدة مات أكثر من مليون شخص وتشردوا من مليونين شخص قارب إلى وللأسف الشديد يعني الإخوة الأفارقة عملوا جهد لكن مش جهد العرب والأفارقة عملوا جهد كبير لحل هذه المشكلة وللأسف الشديد يعني لم تحصل أي حل. الصومال كما تعرفون دلوقتي هذه الأيام الناس تتكلم عن سيادة من سنة 91 مراحل الوديدة هي المرحلة الصومال حاكم من الوديدة 16 سنة في كثير ناس بيقولوا من وين وصلوا هذه بعض المراحل اللي مريناها كانوا أمراء الحرب وكان فيها البعض قبلها تناحرات قبلية لكن دلوقتي تشوف إن في محاكم المحاكم الإسلامية الموجودة في الصومال هذه لها مدة 3 شهور تقريباً وهذه كانت زي انقلاب حصل في الصومال زي انقلاب ثاني حصل في الصومال فعلاً في بعض الإنجازات اللي عملوها بذات الأمن في الصومال دلوقتي بعض الأماكن مرة فيها المحاكم فيها أمن مستقر في بعض الأماكن لسه ما وصلت إيش سياستهم وهذه نحن لا نعلم لكن الناس أكثرية الشعب الصومالي معنا بيساعدوا علشان الأمن الناس تقول 16 سنة الصومال ما كانش في الأمن الحاجة الوحيدة دلوقتي الموجود في الصومال بالذات الأماكن هذه كان في استقرار نسبيا في الأمن وهذه الكلمة هذه الأخيرة اللي أنا عاوز أقولها إن لازم يكون سلام شرق العصرية في متواصل في فيينا بعد يعني مش هتكون آخر مرة لكن إن شاء الله الأيام الجاية تكون متواصل قبل ما أنهي أنا عاوز أتكلم شوية باللغة الصومالية مكاوا ما تنتين هذه أدوى حامل هذه أدوى ما تنتين دفتي عن كوير لي هل تنعوا سيدي وأقبالين تسوق البلد ريال يعني آدي أدبا مفرحي كنت أصوت أي ريال مرتبة عن أي سنة أنا ندرت تسوق البلد سيدي كنت أصوت آدي أدبا ما سنة شكرا للدكتور عبد الإله على هذه الكلمة ولكل سلام أفهم أغامر من المنطقة الصومالية ولكن كما قال سحنات شعوب منطقة القرن الأفريقي لو سألنا من ضيوفنا من المنسى الآن من فينا السوداني أو من فينا مثلاً الصومالي سوف يقول نحن شعب واحد وهكذا أيضاً يعني عبر نيابة عن الجميع الآن سنقدم الأستاذ سنتايو صحيح وهو من إثيوبيا فلذلك عندما نتحدث الآن عن الشعوب يجب أن نفهم أن الشعوب متدامجة وكل الشعوب من منطقة القرن الأفريقي تنشد السلام ولا أحد من هذه الشعوب إنما هنالك ربما قد تكون اختلافات في وجهات النظر واليوم أنا أحيي السيد سنتايو لحضوره في هذا المكان للتعبير للشعب الصومالي ليس الشعب الإثيوبي الذي يعادي الشعب الصومالي إنما خلافات سياسية هي التي تفعل أفعالها فلذلك اليوم نيابة عن الشعب الإثيوبي سيتحدث الأستاذ سنتايو بكم Thank you, ladies and gentlemen, for the invitation. I came a bit late, and I'm extremely sorry to have come maybe late.
Thank you for the invitation. I speak as an Ethiopian, Austrian, just to give you an impression. I'm an Ethiopian living about 35 years in Vienna. And you'll be surprised I'm running for the Austrian parliament for the Socialist Party. So at least I have to do some propaganda for it. All of you who are eligible to vote, please vote for me so that we shall probably see people of this Horn of Africa probably the parliament, the Austrian parliament. Ladies and gentlemen, you know what? As a young man, I was in high school in Ethiopia. We were ruled by Emperor Haile Selassie. Somalis were the first countries that became socialist in Africa. And we were very proud of it. In fact, the Ethiopian revolution came from Somalia. In fact, we learned from Somalis what it means equality, what it means social justice, what it means ethnic appropriation. All things have learned. We were the first one to appreciate when Somali language is written in Latin. For us, that was one of the fantastic things. Somalis, in a very short time, from a nomadic society, they were flying jets, engineers in a very short time. We, although we had a long history, have learned so many things from them. Actually, we copied the Somali socialism, and then the international system went. After Mengistu came to Russia, the Soviet Union turned to Ethiopia, Americans came into Somalia. That's how they have really destabilized the whole situation. I think it's a pain. It pains very much now. Such a highly advanced country. In a very short time, Somalis had countless engineers, countless medical doctors, countless pilots. And we all, our hope was, and we took Somali as an example because it was one language, one tradition, one culture. And in fact, there were suggestions from the other quarters of Africa. They say, all the present Ethiopian leaders and the Eritrean leaders have all took refuge in Somalia. They have learned what liberation front means, what it means to fight for oppression, and what it means to democracy. Unfortunately, we are witnessing today's opposite. And what I beg to speak is please what liberation means. What we need to fight for and bring this beautiful country, beautiful people. The nicest people, the most beautiful people you can ever see. And the most freest, the most fearful, the most fighting people also. I can tell you an Ethiopian story. Kenya was ruled by English. Ethiopia was ruled by Emperor Haile Selassie. Ethiopia was supported by USA. Kenya was supported by Great Britain. But Somalis are nothing. But they were invading, they were going with their camels. Such a fearful, strong people. And probably people don't want such strong people. It all depends on the hands of Somalis. My appeal is my solidarity to the people of Somalia. Those intelligent, you people don't know. 25 years ago, I met countless Somali medical doctors. Usually, we Ethiopians, Somalis, hang together almost. Somehow we speak the same, almost not the same language. Some Somalis speak different, Ethiopians speak Somali. And you can't imagine. The first radio, the Ethiopian radio starts at 8 o'clock in the morning. The radio Somali and the radio Sudan starts earlier. Most Ethiopians tune on either the Somali radio or the Sudan radio. Such are the relationships. The people who love it's an old melody in Somali. Salam kale, hello.
I speak to them. Ellen, the one who is about Kalyanji. And it's a pity, and this is the solidarity of an Ethiopian who is living in Vienna, who is disappointed to the Ethiopian government of introducing tribal system in Ethiopia, which has divided us. We have such a funny federal system. We have the Somali region, we have the Amara region, we have the Oromo region, but others we have. That almost divided us. It doesn't bring us together. So I hope you Somalis will learn and keep the momentum that remain also examples of the people of Ethiopia, to the people of all of Africa. And my vision is to see these countries, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Sudan, all of Africa, including Yemen, because these are the cultural crossroads. That's the culture of Black Africa and the Arabic culture. In fact, we are the first. This whole of Africa is very proud to be the first Christians. They're very proud to be the first Muslims. And this is the new culture. And we should count on that, be proud of our history, our past. Unfortunately, we are having a very bad present situation, but hope in the future that we will all come together and work together and help our people. Thank you for the invitation. Thank you. Thank you. وأكثر سعادة أن يكون تكون هذه الأمسية أمسية التلاقي والتسامح وأمسية مثلا يعني شعوب المنطقة تتحدث عن مشاعرها وتعبر عن مشاعرها. الآن طبعا حتى لا أطيل عليكم تحدث نحسن تايو كإثيوبي سيتحدث الأستاذ سيوم وهو قنصل شرف لإريتريا يقيم هنا في باللغة التجرينيا وسنحاول ترجمتها بعد ذلك أو بإمكان أن نتحدث أيضا باللغة الألمانية. في الكلمة التي ألقاها السيد سيوم جبر هيمانوت القنصل الفخري لإريتريا عبر فيها عن تدامن الشعب الإريتري والجالية الإريترية في النمسا مع أشقائه في الصومال، وقال إنه يفتخر أن يشارك اليوم في هذا المهرجان الذي هو الأول من نوعه يحدث في العاصمة النمساوية فيينا للتعبير عن التدامن مع شعب الصومال، وأكد على أن الشعب الإريتري كان وما يزال يدعم السلام في المنطقة ويريد الاستقرار لكل شعوب المنطقة. وعبر السيد سيوم قائلا إن الصومال يحتاج إلى دعم أشقائه وأصدقائه في العالم، ونحن علينا أن نعطي الدفعة الأولى لإقرار السلام في الصومال، وهذه الخطوة التي خطوناها هنا في النمسا عليها أن تتواصل لتعبر أيضا كل دول المهجر. وبهذا نحيي الذين شاركوا في هذا المهرجان والذين قاموا بتنظيمه، وخاصة الفضائية الإريترية، و مع شكري وتقديري على دعوة المنظمين لنا في للمشاركة بفعالية في هذا المهرجان. شكرا الأستاذ يوم. أفتكر الكلمات الآن طالت. الآن نقدم الأستاذ عبد الله شريف. وعبد الله شريف طبعا لا يحتاج إلى تعريف من الحضور في هذا المكان. وأنا أفتكر هو سفير القرن الأفريقي، لم نقول سفير أفريقيا في فيينا. أخ حمدان يجلب لي معاداة السفراء كلامك. حقيقة أنا أبدأ من مقولة الأحسن تاعي عن الصغار في سبوك فروم كلشر، وتعود بي الذاكرة عندما حضرت إلى المجر لكي أدرس، فأقبل علينا عيد الأضحى
فأردنا أن نحتفل وكنا نبحث عن مسجل. لم نكن نمتلك مسجلات لأننا كنا فقراء. تذكر زيارة في عمل هذه الأمة لأن في المنطقة كثيرين جدا يشاركهم. إلى واحد يقول عندي أقارب في المغرب وعندي أقارب في المدينة المنورة أشرار أشابه ذلك، ولكن الدماء التي تربطها معنا إلى محمد وردي عند محمد الصومالي. الحقيقة يعني عرضا بس أقول إنه قريب محمد وردي الأخ طه هو من جنوب مصر، وأنا زرته في بيته وبرضه استمتعت بأغاني محمد وردي. محمد وردي عندما يغني كلنا في القرن الأفريقي وخارج القرن الأفريقي حتى السنغال كلنا الصغار تجمعنا. ده بالإضافة إلى البعد التاريخي اللي ذكرته كان في المقدمة، إنه هذه المنطقة كلها كانت تعرف بأثيوبيا، بلاد كوش. بلاد كوش فيها الأثيوبيين والجيبوتيين والصوماليين والسودانيين، لكن المشكلة إنه أغلبيتنا يجهل، والإنسان اللي يجهل لا بد إنه إيه نعلمه أو نعرفه بتاريخه وما يربطه بجيرانه. والبعض منا اللي بيعلم برضه مفروض إيه نذكر زيادة إنه يعرف هذه الحقيقة، لأنه في المنطقة كثيرين جدا يشربوا. إلى واحد يقول لك عندي أقارب في المغرب، عندي أقارب في المدينة المنورة أشراف وما شابه ذلك، ولكن الدماء التي تربطنا بالأثيوبيين والصوماليين والأريتريين حقيقة حقيقة إحنا نعيشها حقيقة. يعني منذ أن الأخ محمد الصومالي ألحفنا بأغاني محمد وردي وحتى الآن ربما حصل فيها تغيير كثير، مجموعات كثيرة من القرن الأفريقي الليلة تعيش هنا. فده أنا خيريني يضع علينا علينا أقرب عيب عيب عشان علينا أقرب نحاول نغير الواقع المر الواقع اللي ما يفرح. يعني الأرقام اللي ذكرها الدكتور عبد الإله عن المآسي وعن الناس اللي ماتوا في الفترة دي، يعني أعداد أنا خيريني يعني تخليني برضو خجلة شوية. فأنا أفتكر إنه رأينا كوم مجتمع هنا بشروط بعيدا عن الحكومات، دائما أفتكر إنه شيء يعني جيد. It is wonderful that we meet here together far away from our governments because we have a duty here to cooperate, to come together cultural و not political. We are not support you but cultural we are together. أنا فعلاً أنتهز هذه الفرصة وأتمنى من كل قلبي إنه السلام يعم في كل القرن الأفريقي وبالذات الصومال. أنا أتمنى إنه الزمن يمكنني بأن أزور محمد أخي في الصومال قريباً إن شاء الله، والسلام يعني يعم كل المنطقة. ونشكركم جزيلاً يعني إنكم اليوم حضرتوا، ده برضو شيء رائع يعني. شكراً جزيلاً، لا أريد أن أطيل عليكم. شكرا للأستاذ عبدالله الشريف على هذه الكلمة. وكما قال الإنسان عدو ما جهل. طبعا هنا نحن نبدأ بأنفسنا ويجب أن نتعارف لأننا نجهل الكثير عن بعضنا البعض. ولكن في هذه الدقائق القليلة اكتشفنا ثروة وعواصم مشتركة بين شعوب هذه المنطقة وما خلفها أيضا. طبعا لا ننسى مصر أم الدنيا قاعدة معانا بيننا. فكل شعوب المنطقة طبعا يعني اعتقد يعني في قاسم يعني نحن معانا فكرة شوية انا اعتقد انه احنا نكون مجتمع هنا في الشعوب بعيدا عن الاغتمام. يعني كل شخص يعني تحدث من اثيوبيا ومن والاخ من اريتريا واخ من الصومال واخ من اريتريا، وانا ادعو الحضور لانه نحن بحثنا عن اخوه من جيبوتي وقيل لنا انه الجاليه لم يوجد أي إنسان من جيبوتي، ولكن اليوم وأؤكد في هذه المناسبة أن جيبوتي الحاضر القائد وكلنا أهل جيبوتي. مشاهدينا الكرام، نواصل حوارنا أو برنامج التضامن مع الشعب الصومالي من العاصمة النمساوية بيننا. وكما أسلفت الذكر كلمات تضامنية ستلي. سنقدم
بعد الأخوة الحضور الذين شاركونا هذه الأمسية ليعبروا عن تضامنهم مع الشعب الصومالي في هذه الأمسية. فنقدم الآن ماجستر أنفريد مانسفيل، هو رئيس جمعية الصداقة الإريترية النمساوية وصديق للشعب الإريتري، وهو أيضا صديق لكل شعوب أفريقيا ومحب للسلام في هذا البلد. No, thank you very much for the invitation. I enjoy to be with you here, and it is very, very necessary to focus on the interests of the whole of Africa, especially also of Somalia, because what is going on at the whole of Africa is not very well known here in Austria. I'm the president of the Austrian Eritrean Society. We founded together with His Excellency Consul Sion Kibahamana in December last year here in Vienna. In our society, we focus on working, on public working. That means we want to make the situation, the history, the interests of Eritrea and also of this whole region of the Horn of Africa better known in Austria. We are organizing slideshows about Eritrea. We are organizing discussions. And of course, we are writing articles which are published in the big Austrian newspapers on the belongings of Eritrea. One very special thing is that a bilateral organization like the Austrian Eritrean Society is a very special society. We are a member of an umbrella organization called PAN, Partner aller Nationen, which means Partner of All Nations. This umbrella organization is just for bilateral organizations and gives us the possibility to address all important political persons in Austria and to contact all other bilateral organizations in order to go further for the interests of Eritrea and, of course, for the interests of the Horn of Africa, because this is a region which is very, very not only interesting, it's dynamic. It's a region which is about which Austrian media report always in the wrong way. It is a region, when we look at Eritrea, which has big success in developing the country and making peace. The problem is the media in Austria just focus on the bad sides, on the bad headlines. We from the Austrian Eritrean Society are working and want to do just the opposite. We report about the people of the North Africa. We bought a report about the willing of peace at the Horn of Africa. And we are reporting about the fantastic history of your countries. We're very lucky because one of the members of our society is Dr. Hannes Hoboda, who is a European politician, and who is also now starting to get more interest in the Horn of Africa, and who has promised us that he will come for an official visit to Eritrea as soon as possible. So we go on working for the interests of Eritrea and for the interests of the people at the Horn of Africa. And I hope we will meet more often, and I will be glad if I meet you also when you come to the meeting or to the festival of the Austrian Eritrean Society. Thank you very much. هذه كلمة تضامنية، وحقيقة نحن بحاجة لبعضنا البعض. عندما قلنا الليلة نقيم أمسية تضامنية مع الشعب الصومالي، كان في اعتقادنا أن الحضور سيكون من دول القرن الأفريقي، ولكن طبعاً كنا نعتقد سنخطو هذه الخطوات بطيئة جداً، ولكن تحقق الأمل الكبير ووفرنا الزمن بحضور كل الزملاء. الآن سنعطي الكلمة للأستاذ عمر من كينيا، لأن كينيا هي قريبة من منطقة القرن الأفريقي، وهو شاركنا ممثلاً لشعب كينيا
وشعب كينيا ايضا هنالك الاعلام يعني نقرا فيه الكثير، ولكن الاعلام ليس بالضبط ما يعبر عن وجهه نظر الشعب الكيني. فكنموذج اليوم يشارك معنا السيد عمر، نعطيه الكلمه الان ليتغدى. Greetings. Thanks for the invitation. What I'm bringing is greetings not only from Kenya, but from the only second capital of Somali, Isirin, in Kenya. So, to me, it's a must to be here and to show the respect and my dedication to the people of Somalia. نعطي الفرصة لأستاذ دكتور محمد نجيب عيسى، هو خبير في البيئة، والحقيقة طبعا للأستاذ محمد عرض فيلم سومالي فيلم عفوا سوداني، فالآن نريد أن يقول كلمة تدامنية أيضا مع أشقائه في الصومال. أنتم في الخارج تحرسوا بلادكم، أنتم حراس أفريقيا في الخارج. Alles Gute. Wir stehen jederzeit zur Verfügung, auch Ihre Kollegen. Es gibt hier eine Impulsfrau für Sie, für alle Ihre Probleme. Bitte rufen Sie mich an, wenn Sie Probleme haben. Dankeschön. Alles Gute. The resources of the region are enough to go beyond the region, not only to satisfy the needs of the region. I believe that the resources lies on sharing, the principle of sharing. So we have to share the wealth we have to share the ideas we have to meet very frequently. So many of my colleagues have mentioned some figures. We are 125 million people. That is a very attractive market, very attractive economical element. We together have around 5,000 kilometers of coastal zone. And this is one of the rare coastal zones, and one of the most precious coastal zones. The reason being that there are no rivers that leads from these heights to the sea, to the Red Sea, Gulf of Aden, and the Indian Ocean. And that's why the water of the Red Sea and the Gulf of Aden and the Somalia coastal zone and very clear coastal zones. And these have a very high value in terms of tourism and in terms of their high and economic wealth. Of course, as they say, almost 70% of the population of this Horn of Africa live along the coastal zone, so the livelihood is actually based on the coastal zone. And of course, also there are five cattle. I think there is this figure of five is a common figure. So we have five countries and 125 million, 5,000 miles or kilometers. So if we can choose the figure five also to celebrate like this every year, probably the 5th of May, something like that. We will look for a forum. And Somali flag is five. Somali flag is five. So we have a figure of five here we need to invest on. And I would like, of course, to request our colleague, after to come down from Eritrea, is that we hope that this is a night or an evening for the Eritrean TV. But I'm dreaming of a Horn of Africa satellite. A Horn of Africa TV.
a Horn of Africa TV free from everything. Exactly. I'm sure such a TV, Horn of Africa TV, with 125 million subscribers and affiliated probably all around the world, it will be a wealth that we will all benefit from. And I hope that this forum of Horn of Africa, you can name it like that, will build on such ideas that people will come up with, communication, information, sharing of events, sharing of ideas, sharing of wealth, sharing of power, sharing of everything. I hope that it will be a good opportunity for all of us to write. الآن قبل أن نختم هذه الحلقة اسمحوا لي أن نعطي كلمتين. الأولى ستكون لسيدة سومالية حتى ننقل حدث ما حدث اليوم هنا في النمسا لأهلنا في داخل الصومال. كلمة تطمن يعني أهلنا في داخل الصومال. كفى للقتال، كفى للكراهية كما عبر أحد الأخ الصومالي، كفى من المشاحنات. فالشعب الصومالي يريد السلام ويحلم بالسلام. أخت من الصومالية تتقدم وتقول هذه الكلمة باللغة الصومالية حتى لأن الفضائية الإريترية تشاهد في كل منطقة القرن الأفريقي والعالم. فأنا أطلب قالوا الأخت زينب موجودة يعني أو أي واحدة يعني باللغة الصومالية. وما تنتي نعاف في أسبورة ما دار ولا أبان فحاك تنمو إلى المعنى بنتوني الشيء وبروما نبين فتنو قال أطلب أطلب تشجير للعين لك هذه أدو ما سنتين وحنا شيء نبقى تنمي زينا تدخلوا لنو شيء قلنا نسون نبالو إن إنو كنا كل شيء نسون نبالو على البرنامج اللي سمعي كل هذا هو نفسه ويا كنا هو وين كيس وين ما لا كنا هو نقول شيء مفرح سبب العالية ثم السمانية يعني فرص حاجة بسيطة فحاجة مفرحة والله تبعث في القلب الكثير من الفرح والبهجة حينما ترى شعوب هذه المنطقة متكافئة مع بعض وجالسة في قاعة واحدة. ترى الآن مثل ما قال الأخ لا يمكن أن نسئل أحد النمساويين من هو صومالي من إريتري من جيبوتي أو من إثيوبيا أو السوداني. لا يمكن أن نقول على فلا فرق بينهم وإنما الذي فرق هم السياسات البارئة والبائدة والحدود المصطنعة وإلا فهم كانوا منطقة واحدة وكانوا شعبا واحدا وكانوا مرحبا. أقول مرة أخرى أن العالم اليوم بعث حاجة اسمها globalization أو العولمة إذا صح ومعناها هو العولمة أو globalization هو عالم بلا حدود عالم بلا حدود باختصار يعني لو اختصرنا الموضوع معنى أن تنمية منطقة معينة تنميتها مرتبطة في مدى تداخل هذا الشعب وأن يعيش هذا الشعب العايش في هذه المنطقة بالسن والوئام فيما بينهم. فإن لم يوجد هذه الكلمة اللي هي السلم والوئام وتداخل شعوب هذه المنطقة لا يمكن أن تتحقق التنمية في هذه المنطقة وستبقى إلى الأبد منطقة متخلفة عن غيرها من المناطق فعلا شيء مجرد. أنت الآن ما ترى المناطق قسمت إلى هذا التقسيم شينا أبينا منطقة جنوب شرق آسيا هكذا منطقة أمريكا الجنوبية المنطقة شرق الأوسط شمال شرق الأوسط شمال إفريقيا جنوب إفريقيا منطقة الصحراء غرب إفريقيا شئت ما بيت هذه منطقتك وهذه بقعتك. إذن كيف تعيش؟ كيف تتطور؟ كيف تصل إلى أعلى المستويات من الاقتصاد والرقي من التفكير؟ لابد أن تقبل الآخر. فالأرقام اللي ذكرت هنا الآن أرقام ميؤوسة لكن حينما أنا شخصيا بحثت عن السبب فهو نبذ الآخر وبغض الآخر وإلغاء الآخر. طالما أنت تبغي الآخر طالما تنبذ الآخر طالما أنت لا تريد الآخر أن يعيش معك
إذن ستبقى هذه الأرقام هكذا مرتفعة. لابد أن تقبل الآخر. أوروبيون 25 دولة عاشوا مع بعض يسلموا أمان، تطلع من آخر الحدود إلى آخر الحدود فلا ترى حوادث ولا ترى من يوقظ الآخر، فهنا تطوروا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. فنحن تخلفنا بسبب أننا نكره الآخر. إذن الصوماليون والإريتريون والجيبيتيون أو الجيبوتيون والسودانيون والإثيوبيون والإثيوبيون كل منطقة تقدم في الشرق الأوسط. رسالتي لهم أن تقبلوا بعضكم بعضا، أن تضروا بعضكم بعضا. هنا سنعيشوا بكلمة واحدة اللي هي الحب أو قبول الآخر. هنا الرسالة. سومالي يا بدلية وعلي يا دبلي ما استحم بسوكو بيا مناسبة أنا أنا نوادي ما هم ده أنا كنا أنا نوادي وجدنا وحوي إن لو دروس رسالة قابن سومالي ده إن تكون أولادنا نبات إن أكس بدلية دولا إن أي غير اللي بدليو إن ده تطلع عن فيس أفريقيا أكس بدلية دولا وجدنا مشان السوق ينتصر وحن وحلو اسمه يدفعنا ما صار داير إن بل أنك نرى تصف إن لغمارنا هاي تهيئة الصومالة الإسعافيان إن اسم البدليان إن القوة المولادان سين البدليان الحدودة إن لك الصومالي هو أقبله كم كلف أنا يعني الصومالي مبدل هذا في عربية وإن أقبش عليك كلف هدي أدي ده كم كلف إنه نولاده هدي أدنعبنت هاي لك كلف الصومالي وغالك إنه نولاده هدي أنا وقلت إنه نولاده ربك ماشي لك شيء هل مليان أو صومالي أي أقول أنت تقال سكية لو مليان أو بركة عين كبار لو مليان أو بركة هل مليان أو أنت والأقام مرشحة ويقولي وحرقية وإني كبك عرض هدي أنا استبعد غني عنها وحاول جددا لا بد وقف كلينا أقبشا إنه نولاده إنه العفيسة ذلك جوبر كان فضل أن جيس كافك إنه إسبت بالجليان إنه إسبت باليان إنه ولالا نقدان إنه معها أن جامعة إسترسلان إنه كشف لي أن سيدة قولة لا هاي سيدة بالجليا هو التهمت هاي وأنا إيس إدراع إنتاس أيان وأنا أتسوك بحبين يا والله يعني إيه وحاوي آدي هذا وما تنتهي أنت بسوق الجلسي بسوق مالي ده sida mudda mufliin inay illa intaan ay suu imaanaya waxaana mahadis kale aad iyo aad ugu mahadcelinayna ninka ilaado alhamdan soo jermani jiro inuu arintan xaggaas igala soo hadlay aliyu abdalla sharif oo yiri waxaan rabaa inaan sameeyo habeenkaas runta waa wax weyn waa embarrassing waxa anaga nagu ceeway ceeb in dad kale ay anaga ay qabanayna maxaa la xaflad amari anagu ma isin ستورنت عادي أبوه ما سنجاي تاس تان لبعض عبدالله شريف واحد نك عادي أدو أبا بلي أبيني مال التليفون يسوي دري وستورنت على قعد وين يسوي عبدالله شريف مركانة واحد على غير رواه سو مال إنا نبدنا وحنا لقط مركو عنك كعلو هندل تان لبعض waxaan leeyahay umada Soomaaliya oo ku nool gudaha inay fikiraan oo ay gartaan in san dagaal wax faa'iido u leeyahay uusan ku jirin 16 sano isleynayna intaas aad noqotay wax laga heeyana ma jiraan marka waxa weeye Soomaaliya waxay isku leeyahay kaliya waxa weeye qabiil iyo qabiil meesha kaliya ku dambeeyo adduunka waxa weeye Soomaaliya iyo Yemen meel kale qabiil ka jiro ma laha dadku waxa weeye way isu jiraan suudaanta loo dhow qabiil ma garanayo markaas tiradu qabiil mid laga yaabo junuubtaas inay qabiil jirto laakiin waxa weeye ummadda soomaali waxaan leenahay iscaafiya ee soo imaada qabiil wax la yiraahdo ma jiro gacal hal gacal nool tan labaad waxaan ku soo xirayaa in mar labaad aan ku mahadceliyo televisionka Eritrea inay noo qabteen Eritrea taban anagu waxaan ku leenahay abaal hore haddana abaalka ay gudayaan sidoo yiri Eritrea inta badan sidoo asaga sheegay waxay ku soo celinayeen baasaboorro Soomaaliya Soomaaliya waxay dawladdu ugu horeyso iyadoo dawlad yar ah Soomaaliya Eritrea waxa weyn ay u qabteen iyadoo Soomaaliya markaa la xiriiray marka haddana way mahadsan yihiin
هدنا واحد سينا الكلمة لأخونا عبد الله شريف جابر. نعطي الكلمة الأخيرة مع شكرنا للزميل عبد الله شريف على الجهد اللي بذلوه في إقامة هذه الأمسية. الكلمة الأخيرة للشريف. الختام حقيقة أنا أشكر أي واحد أي فرد منكم يعني اليوم اجتهد وتكلف يعني وقته وحتى في بعض الإخوان من أموالهم يعني إنه يحيوا هذه الأمسية يعني. وكما ذكروا الإخوة من قبل نرجو منه يعني هذه البادرة تستمر إن شاء الله كل شهرين أو كل ثلاثة شهور. وأنا ماذا أفهم الحفل لكن يعني كل الأخوة والأخوات الذين شاركوا هذه الأمسية أمسية التدامن مع الأشقاء في الصومال. وبالمناسبة قبل أن أختم هذه الكلمة أسمحوا لي أن ألخص أن أعبر عن مشاعري. كان لنا صديق عزيز هو الدكتور عبد الرحمن الحاج حسين وكنا نسميه بالدكتور عبد الرحمن ملاي اللي هو السمكة. فهذا الرجل هو الذي بادر بتأسيس وكالة أنباء القرن الأفريقي قبل 20 سنة. هذا الرجل كان سفيراً لكل شعوب منطقة القرن الأفريقي في ألمانيا. هذا الرجل وسانا بأن يعني نؤازر شعب الصومال وهو كان يسهر وحتى توفى قبل سنتين بالأزمة وقلبه ينزف. اليوم تحقق حلم الدكتور عبد الرحمن أدم بجمع شمل أبناء منطقة القرن الأفريقي وهذه الأمنية نادلة من أجلها ربع قرن. وأنا كنت أتمنى أن يكون اليوم بيننا ولكن روح الطاهرة بالتأكيد هي اليوم بيننا. فهنيئا لك عبد الرحمن أن أبناء منطقة القرن الأفريقي اجتمعوا تحت سقف واحد وهم الآن سيعملون معك. هذا رسالة عهدنا بها عبد الرحمن قبل وفاته وهو في المستشفى حملنا الأمانة. قالوا هذا الطريق توحيد شعوب منطقة القرن الأفريقي. أنتم الشباب يعني أنا ما شاب لكنه وقلنا أنتم الشباب الآن مسؤوليتكم لتوحدوا شعوب منطقة القرن. اليوم هذه بداية حسنة. بهذا مشاهدين الأكارم في كل مكان تنتهي حلقة هذا الأسبوع قدمناها لكم من العاصمة النمساوية فيينا. وحتى نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله أنا وزملائي من النمسا وأسمرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I'm not your